اي اف ام احلى راديو. عسلامه مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا تو ماضي 3 و8 دقائق. استوديو نتاعنا منور اليوم، ان شاء الله حفله، ان شاء الله المنتخب الوطني ينورنا شويه. خلصينا وركزوا معنا اليوم باش نحكي في موضوع مهم جدا. موضوعنا اليوم هو تورم الابهر البطني، وحاضره بحدينا الدكتوره سميه مشرقي، مختصه طبيبه مختصه في جراحه الاوعيه المحيطه، واستاذه استشفائيه مساعده سابقا بقسم جراحه الاوعيه وزرع الاعضاء بالمستشفى العسكري. اذا كان عندكم اسئله في الموضوع هذا مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف. الو اي اف ام سبيسيال سانتي باي ميد بوينت ان. دكتوره مرحبا بك بحدنا في اي اف ام. مرحبا بك وبالمستمعين الكل نتاع راديو اي اف ام. عايشك الله يخليك. دونك دكتوره، احنا اليوم باش نحكيو على موضوع ولا مرض ولا مشكله صحيه اسمها تورم الابهر البطني، وتحسوا صعيب شويه ما موجوده برشا الحاله هذه. وانا نحبك ياسر الحق، ونحب المواضيع نتاعك على خاطر ديما تجيب لي حاجات جديده الحق ما نعرفهاش. دونك انا بدي نتعلم الحاجات حتى لو كان انا ما نعرفهاش، اما هي موجودة ومتويترة برشا. احنا هبطنا للشارع بيزوما يذولي ما يعرفوش بالكدي شوية، هو ما يعرفوش بالكدي. خلنا نسمهم هما ديجا شنو قانوا، بعد بتنعاتوا طوم فاسولهم بشوية بشوية الموضوع شنو هو. نسمهم في الميكرو تخطوار. لا اللي نعرف على العرق هذا اللي هو يبدأ من الساق، فهمتني، ويتعدى على البدن الكل ويوصل حتى القلب. زادة بتيتر اللي أكبر بارتي منه موجودة هي في المعدة. نتصور اللي كان العرق هذا تمس الله لا يقدر ينجم يقتل برشا ناس. هذه حاجة برشا ناس ما يعرفوهاش. انا ما عنديش فكرة عليه، مي بيسك الحكاية تخص القلب جو بونس لازم نقصوا الدخان، نعملوا سبور، نيكلوا مليح، نشربوا برشا ماء، نعملوا مارش، نبعدوا على الحاجات الغراء وكهو. هو عنده برسنتاج كبير ينقل الأكسجين بالباهي، والدم يضخه بالباهي في القلب وكل، دونك لازم نحافظوا عليه. سوختو نبعدو توسكي على توسكي دخان، توسكي الاسترويد، حاجات اللي تضر، معناها تنفخ القلب ولطف كان يترشق العرق هذايا تنجم تصير حاجات غراف، وسوختو يوصلوا للموت العبد وكل، دونك لازم نحافظوا عليه. الأبهر البطني شنو هذا؟ الحق ما نعرفش شنو، اما باز عضو في الكرش بيسك قتلي البطن يعني في البطن. بيه هما اللي متفقين عليه اللي هو عرق مهم ياسر، هما يحكيوا على الشرايين الابهر. احنا ديجا تنفسروا شنو هو الشرايين الابهر هذايا، وشنو هو الشرايين الابهر البطني، وشنو هو التورم، وقتاش نحكيوا على التورم هذايا. تري بيان، باول حاجه باش نبدا بها اللي المرض هذايا اي سورتو الروبتور، معناها التمزق الابهر البطني. ماتوا بيه برشا دي سيليبريتي، معناها عباد مشهورين، من بينهم اينشتاين ومن بينهم لو جينيرال دو غول. فهمت، سنين ماتوا بروبتور دو انيفريزم دو وقت ابدومينال سورينال. دونك شنو هو وداي راح نحكي عليه اليوم على خاطر معناها برشا عبيد ما يفهموهاش. فهمت شنو هو اول حاجه، شنو هو الابهر هذا؟ الابهر سي لاورت ان فيت، ولا وقت هو اكبر عرق موجود في بدن البشر ويخرج من القلب. فما اون بارتي توراسيك معناها في الصدر، ومن بعديك يهبط للبطن. في البطن فما زاد زوز بلايص، فما دو بارتي، بارتي اللي فوق العروق نتاع الكلاوي واللي تحت العروق نتاع الكلاوي. اوكي دونك وهل التوسع هذايا لانيفري هذايا دونك يشمل الغلاف في الكل. مانيش باش نحكيو على فوز انيفريزم اليوم على خاطر فما حاجه اون نوسيون اسمها فوز انيفريزم، مانيش باش نحكيو عليها اليوم، باش نحكيو على ليفريز انيفريزم اللي هو معناها يشمل الغلاف الكل نتاع العرق. شنو معناها انيفريزم؟ ان فيت انيفريزم هو توسع في العرق يكون بصفه موضعيه، معناها لوكاليزي، سي اون ديلاتاسيون لوكاليزي، توسع موضعي ويكون بيرمانون، معناها اذا معناها توجد ما عادش يتنحى، معناها فهمت، يا يقعد ستابل يا اما يزيد، فهمت، اما ما يرجعش بالتوالي، يتوسع ومن بعديك يرجع بالتوالي. لا، واهم حاجه هو القطر نتاع العرق هذا. فهمت، ما نحكيو على انيفريزم كان ما يكون القطر معناها فات مره ونص القطر العادي. توا لاورت ابدومينال اللي هو الابهر البطني، وعلاش باش نحكي انا على البارتي هذيك اللي تحت عروق الكلاوي، على خاطر هذيك في 90%
80% من الحالات يصير في البلاصه هذيك فهمت تحت عروق في الابهر البطني وتحت العروق نتاع الكلب اوكي دونك يصير هالتوسع اللي حكيت لك عليه. وبالنسبه للابهر البطني القطر نتاعو العادي ما بينات 2 و 2.5 سنتيمتر اذا فات مره ونص فهمت هالقطر هذايا راهو نحكيو على انيفريز دونك وفما ما نعرفش كان سيولي ما نحكي على شنو الانواع زاد فما زوز انواع فما فوزيفورم وساكسيفورم مش معناه معناها نفسر الفوزيفورم هو يشمل العرق الكل معناها يوسع مش شريتي مش شريت الكل نقول وكي يبدا ساكسيفورم ولا ساكولير تبدا اون بارتي عاديه اي اون بارتي معناها فوالا اكزاكتومون بومبي فهمت ودايور اسمها على جسمها ساكسيفورم ولا ساكولير كيف ما الساك فهمت هكايا يوسع يوسع العرق دونك علاش معناها يصير الشيء هذايا هو اي عرق في بدن البشر ينجم يصير فيه الشيء هذايا عروق المخ عروق الكرومه عروق الكلاوي المصارن فهمت الساقين ليدين لكن باش نحكي على العرق هذايا على خاطر كيف ما بديت في اول ليميسيون قلت لكم هذايا راهو اذا العبد ما يعرفوش راهو فما امكانيه انه يؤدي الوفاة للمريض دونك يا حبذا انه المريض نكتشفوا الهضره هذايا قبل ما يخلط لمرحله المضاعفات واكثر معناها كومبليكاسيون هي الريبتور هي معناها العرق هذايا يتفلق دونك يقتل المريض فاهمين دونك شنو السبب فما برشا عوامل تخلي انه المرونه معناها العرق يفقد المرونه نتاعو ويوسع فهمتي يولي فراجيل يولي ياسر ياسر حساس دونك يوسع وسي ايريفيرسيبل معناها ما فماش رجعه بالتوالي اذا توجد اذا تنفخ العرق هذايا راهو يا اما يقعد ستابل هكاك والا اغلبيه يزيد واذا يزيد فهمت فما امكانيه انه يتفلق باه نحكي احنا علاش تزيد وعلاش يتنفخ كما قول قال اسكو ياخذ وقت في الانتفاخ نتاعو ولا في ساعه في ساعه لا لا ياخذ وقت ياخذ ودايور معناها نقولوا سي اون باثولوجي لاتانت فهمت معناها نقولوا كيف ما مزنا معناها تاخذ وقت اوكي وشنو مشكله الابهر البطني خاطرو في بلاصه غارق وما يظهرش مثلا نقولوا كان جات الاشكاليه هذه موجوده في عرق سطحي في اليدين ولا في الساقين ولا في عروق الكرومه يظهر المريض يحس حاجه قاعده معناها تتنفخ اكزاكتومون في الكرش جينيرالمون يحس بحد شيء فهمت دونك يبدا يتنفخ وياخذ راحته خاطر الكاباسيتي نتاع الابدومين كبيره دونك ينج فما دي زانيفريزم شقينا دي زانيفريزم اللي فات 11 و12 و13 سنتي اي فهمت وبعديك المريض لبس الحمد لله باهي دكتوره ندخلوا احنا نفصلوا شويه الاسباب باش بالطبيعه تبدا هكا تبعه بعدها نعاود نفكركم اللي موضوعنا اليوم هو تورم الابهر البطني وحضر بحدينا الدكتوره سمية مشرقي طبيبه مختصه في جراحه الاوعيه المحيطه واستاذه استشفائيه مساعده سابقا بقسم جراحه الاوعيه وزرع الاعضاء بالمستشفى العسكري اذا كان عندكم اسئله في الموضوع هذا مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف طبيبه مختصه في جراحه الاوعيه المحيطة وأستاذة استشفائية مساعدة سابقا بقسم جراحة الأوعية وزرع الأعضاء بالمستشفى العسكري إذا كان عندكم أسئلة في الموضوع تنجموا تكلمونا على 31 380. نحكي شوية آخر دكتورة على العلاج والمضاعفات والأعراض خاطر كي تقول لي أنت يكبر 13 سنتي بلي بلي سختن ما باش تحس حاجات نشوفوا شنو المختلف الأحاسيس هذوما شنو حاجات تنجم تظهر تظهر عليك كما يقول القائل شنو السبب اللي يخلي الشرايين الأبهر البطني هذايا يتورموا يتوسع ولا حتى يتمزق معنا. فما برشا أسباب ومن أهم الأسباب باش نذكر أربعة والولاني يتسبب تقريبا في 90% من التوسع هذا من الانيفريزم دو لا وخت ابدومينال اللي هو نقولوا معناها لا كوز ديجينيراتيف معناها لاتيروسكليروز معناها تصلب الشرايين وتصلب الشرايين هذايا كيفاش يجي فما عوامل فما دي فاكتور دو ريسك كارديوفاسكولير نجم تعطيها تصلب الشرايين هذايا دونك التدخين يعطي تصلب الشرايين تونسيون العالية تعطي تصلب الشرايين مرض السكري الشحم في الدم لا ديسليبيديمي الميزان الزايد لا سيدونتاريتي معناها انسان ما يعملش سبور يبربز شويه في الماكله كل شيء هذا الكل فهمت يعطي تصلب الشرايين وبيان سور زاد فما معناها بعد عمر معين اغلبيه 55 سنه فهمت دونك وسورتو سورتو عند الرجال على خاطر الباثولوجي معناها المرض هذايا يجي عند امراه على 5 رجال على خاطر سامحني لو سيكس ماسكولان فهمت سي ان فاكتور دو ريسك فهمت دو لاتيروسكليروز هذه الحاجه الاولى واللي اهم قلنا 90% من لي زانيفريزم دو لورت ابدومينال من التوسع نتاع الشريان الابهر البطني تصير عند المرضى اللي عندهم تصلب الشرايين
السبب الثاني هو الالتهابات نسميه الانفلاماسيون معناها سي دي فاسكولاريت معناها التهاب يشمل الغلاف نتاع العرق هذايا. وفما امراض مثلا كيف ما لبست ونحن في الحوض نتاع البحر الابيض المتوسط اكزاكتومون يسميوه هذايا مرض بهجت توتافي دونك مالادي بسيت فما مالادي التكايشي تصير سورتو عند المراه مالادي كوازاكي عند الصغار فهمت اورتون زاد معناها عند المراه والرجل سورتو عند الرجال دونك. والحاجه الثالثه السبب الثالث هو لي زانفيكسيون. شنو هو لي زانفيكسيون؟ يصير كيف ما الجرثومه يا اما فهمت عن طريق الدم تتعدى للابهر البطني ويلا عن طريق مثلا انفيكسيون قريبه خاطر توا العضو هذا يتسمى عضو العرق هذا موجود في وسط الكرش ومحاط باعضاء اخرى فهمت اذا عضو اخر تصير فيه معناها اون انفيكسيون سامحني جرثومه دونك بيان سور باش يتعدى للعرق هذا الكبير. والحاجه الاخرانيه اللي هي نقولوا لا ديسبلازي. شنو هو ديسبلازي؟ هو مرض وراثي يخص التيسو إلاستيك معناها الغلاف نتاع العرق ومعناها يلتوش الإلاستيسيتي نتاعو دونك يخلي الفيبر هذه تكون قليلة ياسر تولي فهمت دونك يولي العرق أسهل أنه يوسع أوكي. ومثلا نعطيكم ان اكزامبل مثلا مالادي مارفون مثلا مالادي ديليرس دانلوس فهمت هذوما أمراض ينجموا يعطيو التوسع نتاع الشريان الأبهر الباطني لكن اهم واحد هو تصلب الشرايين. وتو نحكيهم بعديك في البريزون شارج خاطر العوامل اللي كنت نحكي عليها هذوما فهمت مهمين ياسر في البريزون شارج خاطر البريزون شارج سي ميديكو شيروجيكال معناها طبيه وجراحيه. جوست انت قلت دكتوره الملادي نتاع كاوازاكي اللي تجي للصغار دونك اسكو ينجم نفيقوا به المرض هذا عند الصغار في سن صغيره برشا ولا لا؟ سي بوسيبل سي بوسيبل معناها يتجمش تولد به مثلا صغير خاطر صغير ما عندوش تصلب شرايين تصور واحد. لا شفت اش قلت لك الكوازاكي سي اون انفلاماسيون معناها التهاب سي اون فاسكولاريت فهمت. ونزيدك معلومه اخرى انه السبب اللي هو التهاب الشرايين والجرثومه فهمت هذوما اثنين امكانيه انه العرق يتفلق وارده اكثر من تصلب الشرايين. فهمت اوكي. باهي قول قايل دكتوره كيفاش نفيقوا به المرض هذايا؟ تحسوا خطير جدا. خطير جدا. لا هو من ناحيه خطير جدا خطير جدا فهمت. دونك 80% من المرضى ما يحسوا حتى شيء ما عندهم حتى اعراف نقولوا سي وحتى لا ديكوفيرت نقولوا الي فورتويت بالصدفه. اش معناها بالصدفه؟ معناها الباسيون يبدا جينيرالمون كيبدا ضعيف خاطر احنا ما عندناش ياسر مرضى ضعاف ما نكذبش عليك دونك يبدا الباسيون ضعيف وراقد مثلا ويحس كلي كعبوره هكايا طالعه وتدق فهمت ويلا طبيب معناها يبدا ما شاء الله عليه يشوف مريضه من راسه لساقيه وكي يشوف معناها الكرش يكتشف اللي فما كعبوره هكايا طالعه وتدق زاده كيف كيف. وحاجه اخرى اي حاجه اخرى مثلا يعمل المريض تصويره على اون اوتر باثولوجي مرض اخر مثلا تصويره على الكرش على حاجه اخرى على مثلا حجر في الكليوي ولا حجر في المراره ولا اشكاليه زاده نتاع ما يعمل سكانير مثلا على المجاري البوليه ولا حاجه نكتشفوا زاده اللي فما معناها تورم الشريان هذايا في التصاور هذوما دونك سي اون ديكوفيرت فورتويت. المريض ما يتقلق من حد شيء ما عنده حتى مشكله تبقى اكتشفنا الهدره هذه 80% 80% ال 20% الاخرين تفجع فهمت تحسها تفجع لا تفجع خاطر ملي يكون المريض ما يتشكى من حد شيء وقلنا 80% وال 20% شنو هو الاخرين مضاعفات فهمت شنو هالمضاعفات باش نبدا باكثر حاجه واخطر حاجه هي لا روبتور يتفلق. تصور انت اللي العرق الكبير اللي في كرش البشر اللي فهمت اي معناها حل فيه والدم ينجم يفيع بطريقه كبيره المريض يفرغ من الدم في ظرف دقائق فهمت دونك يتيح يموت. وعطيتكم بكريك اورونتين معناها قلت لك على ليكزامبل بعد ساعات يقول لك كان بحذايا السيد فهمت يحكي معايا امور واضحه جيتو هكايا وجيعه في كرشو حسيتو صفار هكايا وداخ ومت فهمت ينجم يكون هذايا فهمت ينجم يكون المشكل هذايا فهمت حسيلو. دونك 80% قلنا ما يتشكى من حد شيء المريض 20% مرحلة المضاعفات أهم مشكل وأهم معناها حاجة خطيرة أخطر حاجة هي النزيف هذايا اللي ينجم يصير بعد ما يتفلق
العرق هذي. وفما مضاعفات أخرين، مثلا نحن شقنا قلنا العرق يوسي والعرق محاط بأعضاء، فهمت؟ دونك يولي فما أن إفي دو كومبريسيون، يولي يضيم في الأعضاء المحيطين. مثلا المجاري البولية، يولي المريض عنده إشكالية في كلاويه. مثلا التوب ديجستيف معناها المصار، فهمت؟ مثلا فما كي البلاصة هذيك اللي متواجد فيها العرق الأبهر البطني فيها برشا برشا معناها أعصاب هكايا متفرعة، ينجم المريض يبدا يحس كي بشوية وجيع، فهمت؟ هكاكا شوية مش مقلقين وياسر، فهمت؟ أما يبدا الجيعة موجودة، متفاهمين؟ دونك وحاجة أخرى مضاعفات أخرى زادة كيف كيف يبدأ العرق يبدأ منفوخ ويتكون كيف ما الساك قلنا كتوربيلانس متاع الدم يتكون كيف ما دم خاطر في وسط هكا الساك هذك. دونك معناها يولي بالتوربيلانس هذيك بالتيارات الموجودة متاع الدم يولي فما كل فتفات متاع الدم يمشي في السيركولاسيون جنرال يهبط للساقين ويبدأ المريض يسد في العروق متاعه بطريقة مزمنة وهو ما هوش فايق، فهمت؟ يبدا واحده واحده يتسد العرق الاول الثاني الثالث، فهمت؟ ونخلطوا حتى لي غوتران يتسدوا ويبدا المريض يتشكى يقول لك حنحس في تكبيشه في فرد ساقي وبعديك الوجيعه تولي في الليل، فهمت؟ وفما وهي تري تري غاغرا وانا شفتها مره بركه في حياتي انه انيفريزم عرق منفوخ تسد كومبليتوم ونحكيه على عرق كبير اللي تحت السرة هذية يولي يتفرع للساق اليمين والساق اليسار. إذا يتسد العرق هذيك راهو الدم عاد شخط للساق اليمين للساق اليسار ويعمل اونيسكيمي ايغو دو مامبر، فهمت؟ دونك دي دو مامبر سامحني اللي هي حاجة خطيرة وسامحني كارثية، فما مرضى يوفاو بقصان الساقين الاثنين، فهمت؟ دونك نعاود نقول اللي 80% راهو المريض ما يحس حتى شيء، دونك سي اون ديكوفيرت فورتويت بالصدفة يفيق المريض بالشيء هذايا، و20% مضاعفات واهم حاجة هو انه يتفلق العرق هذايا والمريض ينجم يبوت. 90% معناها من المرضى اللي يصير عندهم معناها الغبتور نتاع الانيفريزم هذايا ما يخلطوش للسبيطار، فهمت؟ ولا الكلينيك ما يخلطوش، فهمت؟ وال10% الاخرين بما انه العملية تصير في ظروف استعجالية اغلبيتهم معناها زادة كيف كيف ما يعيشوش، تبقى لازم اون بريزون شارج كبيرة وسيجور في الرياض صحيت اكزاكتومون سريع، فما عبيد اللي ما نخلطوش حتى نعملوهم سكانير، فهمت؟ ينجم من الاورجانس للبلوك ينجم يتوفى، فهمت؟ دونك معناها نحكي على حاجه خطيره ياسر، وبما انه 80% من المرضى ما يحسوا حتى شيء ذيك علاش الديبيستاج مهم، التحري ياسر ياسر مهم، فهمت؟ دونك ونتوجه بالكلام سورتو لزملائي توا، فهمت؟ على خاطر كيبدا انسان جميع الاختصاصات، فهمت؟ يجيونا مرضى اللي نجم يكون عمره اكثر من 50 سنه ويكون في عائلته، فهمت؟ عنده دي زانتيسيدون تاع عبيد عندهم عرق منفوخ، دونك اللي اكثر من 50 سنه وعندهم شكون دي بارون بروميير دوغري معناها صله القرابه ياسر كبيره، فهمت؟ هذوما يلزم نعملهم ايكو، فهمت؟ باش نعملوا ديبيستاج ايكو اللي هو كشف الصدى. المرضى زاد اللي كيف كيف عندهم لي فاكتور دو ريسك كارديو فاسكولير وبعد 60 سنه ومعناها فما ومعناها ونزيدوا نشوفوا معناها الابدومين نتاعهم معناها الكرش ونبداو شاكين في حاجه، يلزم نعملوا ايكو في معناها لازم نعملوا ايكو وما يظهر فما شيء خير من اللي لا قدر الله معناها ان فوالا اكزاكتومون نخلطوا اللي معناها العرق يتفلق ونبداو ما عندناش فكره ويبدا من طبيب لطبيب هو المريض مسكين وينجم يموت بالهدره هذه وحتى الطبيب ما يفوق بالهدره، فهمت؟ دونك التقصي، فهمت؟ والتحري مهم ياسر، لو ديبيستاج بما انه فهمت 80% من المرضى ما عندهمش حتى اعراض، دونك يبدا مريض فما امكانيه انه يعمل انيفريزم هذايا لازم نطلبوا كشف بالصدى على الكرش ايكو دوبل ايكو اورتيك معناها ايكو دوبلير اورتيك، متفاهمين؟ باهي بخلاف الحاجات هذوما في التشخيص نو نجمو نعملوا له باهي اذا باهي ليكو باش نعملوها لما نشكوا في هدره كيف ما هكايا لازم نبداو بالليكو على خاطر هي حاجه اللي ماهيش انفازيف معناها وتصير عند المرضى الكل وما فماش فيها مشكل. واهم معناها معلومه حشنا بها في الليكو اللي هي القطر، فهمت؟ اللي هي كبر هالانيفريزم هذايا قداش. اول حاجه ساعه بور لا كونفيرماسيون باش نعرفوا اسكو فما الواحد التوسع هذايا نتاع الشريان ولا لا. اذا فما التوسع هذايا قداش القطر نتاعو، فهمت؟ اسكو تحت الخمسة سنتي ولا فوق الخمسة سنتي؟ هاتا ونجي نقول لك معناها بعد شوي نقول لك علاش معناها خمسة سنتي بالزيت. وبيان سور ليكو باش تعطينا معلومات اخرين قداش لي توندو نتاعو، معناها اسكو يهبط معناها للعروق الاخرين اللوطا اسكو يطلع الفوق، فهمت؟ وليكو
لا إله الله محمد رسول الله نعملوها من الأول. أما بعديك وقت اللي يبدأ المريض يلزموا عملية جراحية يلزمنا نعملوا أنجيو سكانير. فهمت نعملوا أنجيو سكانير خاطر فهمت بعديك في البريزون شارج حتى نحكي وفهمت فما إمكانية متاع جراحة مفتوحة ولا جراحة بالقسطرة. باهي بالنسبة لليكو دونك قلنا سورتو تحكينا على القطر. علاش قلنا 5 سنتي؟ خاطر أقل من 5 سنتي إمكانية أنه العرق يتفلق اغلبيه ما تبداش وارده. فهمت دونك شنو يصير وقت اللي نلقاو في الليكو اللي القطر اقل من 5 سنتي المريض هذايا نقعدوا نتبعوه كل عام لازم يعمل ليكو هذه كل عام مش بعيده كل عام نورمالمون كل عام اما سا ديبون عندك حق وكلامك صحيح. فهمت كله حسب السبب. فهمت كان مثلا شاكين في انفاسكولاريت معناها التهاب اغلبيه كل 6 شهور. فهمت اما كي تبدا لاتيروسكليروز يبدا مريض معناها دان سارتان اج كبير في العمر عنده شويه سكر شويه تنسيون. فهمت تولي مره في العام. اوكي اذا سمحني اذا كان عنده الحاجات هذوما مرض مزمنوي تكيف باغ اكزومبل وعنده مشكله نتاع كوليسترول وفازيت الكل اسكو ينجموا الحاجات هذوما يسرعوا في انه يكبر اكثر من 5 سنتي؟ اكيد اكيد حاجتين التنسيون والسواقر. مو ما هذو ما هاشين اللي فريمون خاطر التنسيون كل بيك هيبرتنسيف معناها كل ما تنسيون المريض مثلا ما ياخذ يمنك يمنك مثلا انه ياخذ دويات نتاع ولا تلقاها فهمت يعرف روحه اللي هو عنده تنسيون تلقاها ياكل الملح وفهمتوا الفاريونت وفهمتوا متابع يعطيك صح اكزاكتومون. دونك التنسيون تبدا مثلا في 19 20 سي نورمال احنا قلنا الفينومين هذا وقت اللي يوسع العرق يوسع فهمت وما يرجعش بالتوالي يوسع يا اما يقعد ستابل كي المريض معناها عارف اللي فما ان ريسك فهمت ويبدا ياخذ في دويات ويراقب في نفسه وكل شيء والا كان ما عندوش حتى مشكل معناها ما عندوش حتى قلق ويبدا مخلي روحه عادي وعايش عادي راهو ماشيين لانه العرق يوسع ويتفلق. متفاهمين؟ فهمتك فوالا دونك جوست باش نرجع يفضلك لو تابلو كلينيك معناها الاعراض دونك قلنا 80% اللي هو المريض ما يحس حتى شيء اوكي ما فماش حتى اعراض و20% اللي هو فما دي كومبليكاسيون حكينا على لي كومبليكاسيون لكن بالنسبه للريبتور جوست حاجه بركه وهي تنجم حتى تخلي كيفاش يقول البريزون شارج بعديك تختلف. الريبتور هذه معناها العرق كي يتفلق فهمت يتفلق في برشا بلايص فما امكانيه انه مثلا المريض يبدا يحس بشويه وجايه فهمت وكي يمشي في ساعة فهمت للاستعجالي وتعمل لونجو سكانير نفيقوا في السكانير خاطر فما دي سينيو دو بري ريبتور معناها نشوفوا اللي العرق بدا يتفزر وقتها في ساعة البريزون شارج معناها شيروجيكال تصير ينجم فهمت هالعرق هذايا يتفلق ورا الظهر فمعناها في البارتي نقولوا ريتروبيريتونيال معناها التالي دونك الكاباسيتي معناها نتاع البلاصه هذيك ماهيش كبيره دونك ينجم العرق يفيع بالدم لكن ما نجمش يزيد اكثر على خاطر البلاصه هذيك صغيره. فهمت دونك ديما نقولوا عنده زهر مازال عنده زهر اوكي فما زاد امكانيه انه العرق يتفلق في ان اورغان كرو معناها عضو خاوي قريب اش معناها فما سورتو معناها زوز بلايص اللي هو ديودينو اللي هو مسرانه الكبيره اللي تحت الواحد تحت المعدة دونك يولي يعمل كيف ما النزيف في الامعاء تفهمين والحاجه الثانيه هو لا فين كاف انفيريور اللي هو الوريد الكبير نتاع نتاع الكرش وهذا الباسيون ينجم يعمل صحيت اكزاكتومون فين كاف انفيريور تو تافي دونك وهذا الباسيون معناها ينجم يعمل كيف ما انسوفيزونس كاردياك فهمت وحاجات اخرى اما ابرك حال اما ابرك حال اما كي نقولوا الغوبتور تصير في البيريتوان الليبر معناها في بلاصه الكباسيتي نتاعها كبيره والمريض ينجم يفيع وما فما حتى حاجه اللي تخلي فوالا اكزاكتومون توقفوا وقتها راني قلت لك معناها جينيرالمون المريض معناها ما يخلطش معناها للسبيطار ولا كان خلط راو معناها حتى لو كان تصير لانترفونسيون ينجم حتى وصل لانترفونسيون في الدقائق الاولانيين ينجم يتوفى. فهمتين دونك هذاك معناها هذاك علاش مهم الموضوع هذايا فهمت دونك نعاود نقول اللي ديبيستاج التحري هو من المفاتيح اللي تخلينا انه نكونتروليو معناها المرض هذايا والبريزون شارج تصير خاطر فما يد وتابلو سامحني فهمت فما ان تابلو نوخ نقولوا مريض جي في حاله استعجاليه مشكل نتاع عرق مفلوق دونك كل شيء باش يصير في ساعة في ساعة وما يكونش فما تحضير فهمت وكي معناها مريض يكون عارف
اللي هو عنده لانيفريزم هذايا ومعناها يكون طبيب ويتبع فيه اذا يفوت معناها الخمسة سنتيمتر وقتها نوليو نعملوا كيف ما التحذير، خاطر التحذير يصير من برشا بلايص، معناها برشا حاجات، تحذير من ناحيه النفس، التحذير من ناحيه القلب، التحذير من كل شيء، فهمت؟ والمريض يعمل عمليته هو، ما نكذبش عليك سي اون انترفونسيون كي اسي لورد، معناها حاجه عمليه صعيبه شوي، لكن كيبدا المريض معناها حاضر بالكدا وفما حتى المرضى اللي يتكيفوا نقول لهم حتى قبل 15 يوم لازم ينحي السواقر، ما فماش كلام، فهمت؟ باش هكاك نظنوا ان العمليه تصير في ظروف طيبه، وحتى ما بعد العمليه، خاطر التحضير مش كان العمليه وبس، من بعد، خاطر فما دي باسيون اللي في البيريود اللي معناها في الرياض في الانعاش تصير فما برشا مضاعفات، فهمت؟ كي يبدا المريض معناها ما وقعتش البريباراسيون نتاعو بطريقه طيبه، فهمت؟ وفي معناها في ظروف طيبه، فهمينا؟ قول قالته الدكتور ابريوري حسب ما فهمت انا، كي كان مش ننطلقوا ونمشيو للنقطه نتاع العلاج، فما يمكن علاج دوائي اذا كان في الفاز نتاع 5 سنتي، بعد 5 سنتي دولي باش ننتقلوا لحاجه اسمها جراح. اكزاكتومون، فوق الخمسة سنتي فما معناها الجراحه، لكن لا بريز اون شارج راهي تصير قلنا ميديكو شيروجيكال، معناها طبيه جراحيه. من ناحيه الطبيه لا اله الا الله محمد رسول الله، نورمالمون حسب السبب، فهمت؟ دونك كان لاتيروسكليروز اللي هي تصلب الشرايين، بيان سور الفو نقولوا لوتي كونتر لي فاكتور دو ريسك كارديو فاسكولار، معناها كان عنده التونسيون لازم التونسيون نتاعو تتقد، كانوا يتكيف يلزم يوقف من السواقر، فهمت؟ ينقص ولا سورتو يوقف، كان عنده السكر، اي وقف، كان معناها المريض عنده السكر يلزم، فهمت؟ يكون السكر نتاعو معدل، ياخد ويته، معناها يستحفظ على روحه في ماكلته، فهمت؟ ويمشي للطبيب بانتظام. كان معناها زايد الميزان يلزمو ينقص، كان ما يعملش سبور يلزمو، فهمت؟ معناها يرجع سبور، كان عنده شحم في الدم يلزم ياخو، فهمت؟ الدويات هذه، وكان عنده الاشكال نوع ثاني، معناها السبب الثاني اللي هو التهاب، فهمت؟ في العروق لازم يتبعوا زادة طبيب مختص في الطب الباطني، فهمت؟ على خاطر التهاب العروق زوز اختصاصات معناها نشاركوا فيهم، اللي هو الجراح ومعناها الطبيب المختص في الطب الباطني، خاطر هو باش يعطيه لي كورتيكويد، معناها الدويات هذيك فوالا. وين اللي كيبدا معناها السبب نتاع سامحني التعفن، معناها الانفكسيون، فهمت؟ هذه لازم انتيبيوتيك، فهمت؟ ومن بعديك بيان سور لا بريز ان شارج شيروجيكال. نحن معناها فتك بالحديث على خاطر ماما يلزمنا نحكيو على لي زانديكاسيون، وقتاش نشقوا المريض، مش كاين وقت اللي حاجتين، هو يا اما المريض يكون معناها دومبلي سيمتوماتيك، معناها فما كومبليكاسيون وقتها الجراحه لازمه. كان يبدا المريض ما يتشكى من حتى شيء وما عنده حتى اشكاليه، فما حالات اللي لازم نعملوا فيهم الجراحه بطريقه وقائيه، فهمت؟ اول حاجه وقت اللي يبدا القطر فوق الخمسة سنتي، ثاني حاجه في السويفي نتاعنا كي نلقاو من عام لعام اك القطر هذاك زاد 1 سنتيمتر في العام، العمليه تولي لازمه، فهمت؟ خاطر امكانيه انه يتفلق ويرد ويرد برشا. حاجه اخرى انه كي يبدا مثلا مريض عنده تورم في العرق هذايا، عرق مش في هذايا، في عروق اخرين قراب للعرق هذايا الابهر الباطني، دونك باش نعملوا عمليه على العرق الاخر، مش باش نعملوا مره عمليه على العرق هذا والاخر نخليوه بعده، لا سي معناها اون فوا بور توت نعملوا نقولوا اون كور كومبليت، فهمت؟ للعروق الكل، تمام؟ هذه كيبدا المريض ما يتشكى من حتى شيء وما عنده حتى مشكله، هذوما ثلاثه حاجات يعطيك الصحه وتصير بريباراسيون معناها بصفه باهيه، فهمت؟ باش هكاك بعد العمليه. وحاجه اخرى زاده كيف كيف ومهمه ياسر سورتو، معناها معناها لازم نلوجوا عليها، خاطر اون تروف كو سكون شيرش، كيبدا المريض عنده اشكاليه هذيه في العرق هذاك، راهو يلزمنا نلوجوا على دوتخو لوكاليزاسيون، خاطر فما معناها حاجه نوسيون اسمها لا مالادي بولي انيفريزمال، ينجم يكون عنده معناها عرق منفوخ في كرشه، في عروق الكرومه في نفس الوقت، وفي سقيه ورا الركبه، معناها في الانيفريزم بوبليتي، فهمت؟ والا في المخروقه، فهمت؟ دونك يلزمنا نلوجوا بلايص اخرين، متفاهمين؟ دونك حكينا على لا بريز اون شارج ميديكال، فهمت؟ قلنا هذا حسب السبب. لا بريز اون شارج شيروجيكال فيها حاجتين، وقت المريض يلزم نعملوا له الانترفونسيون، فما معناها زوز انواع نتاع بريزون شارج شيروجيكال، يا اما الجراحه المفتوحه لا شيروجي اوفيرت، ويلا الجراحه بالقسطره. شنو هو هالجراحه بالقسطره؟ باش نبدا بها، هي
نحطوا كيف ما اللولب فهمت كيف ما انستانت فهمتي شبه انستانت ما اكبر بيان سور على حسب كبر معناها الابهر البطني ولكن يكون مغلف فهمت خاطر نحن اوبجيكتيفنا انه هكا الساك هذاك اللي يتكون معناها ما يزموش يكبر دونك نخليوه نعملوا كيف ما كيفاش نقولها اندو بروتيز ستانت مغلف باش هكاك ما يمشيش الدم للساك هذاك اللي يتكون ويتفلق فهمت اون اسي ديزولي البلاصه هذيك خليوها ايتانش فهمت Okay. Voilà. Donc, هذه حاجة وبن النوع هذية من لابريزون شارج راهو ما يخوش برشا وقت المريض ما يقعدش ياسر معناها في السبيطار ولا في الكلينيك تبقى فما دي زانديكاسيون مش اي مريض نعملوا له الشيء هذايا جينيرالمون وقت اللي المريض ما يتحملش انه نعملوا له مثلا عمليه مفتوحه جراحه مفتوحه على خاطر اصعب شويه واكبر شوي فهمت يبدا مريض كبير في العمر عنده اشكاليه نتاع قصور في النفس قصور في القلب قصور كلوي سامحني ما يحملش التخدير العام اي فوالا اي خاطر هو حاسس صحيح كلامك صحيح فهمت دونك ويلا وحاجه اخرى زاد هذه نقولوا لا سيليكسيون لا سيليكسيون كلينيك فهمت وحاجه اخرى ثانيه هي سيليكسيون اناتوميك مش اي مريض ولا اي انيفريزم اي عرق واسع نجم نحطوا له هلون دو بروتيز هذه فهمت دونك يلزم علاش قلنا نعملوا اونجو سكانير قبل الانترفونسيون على خاطر فما ديمونسوراسيون يتعملوا فما قياسات معناها ناخذوهم مع طبيب نتاع الاشعه فهمت باش هكاك لوندو بروتيز تحضر خاطر نقولوا معناها سي سور ميزور فهمت نورمالمون سي سور ميزور اوكي هذايا اللي بالقسطره تبقى معناها الطريقه الثانيه هي الجراحه المفتوحه وهي انت نو فهمتوا حسب لي ريكومونداسيون هذيك اللي اضمن لكن ما تعملش عند المرضى الكل خاطر فما مرضى اللي ما ينجموش هل الانترفونسيون هذه اللي كبيره وخطيره شوي لكن فهمت هي اللي تعطي نتائج خاطر ديما نحكيوا على المدى البعيد فهمت على المدى البعيد الجراحه المفتوحه هي اللي تعطي احسن نتائج اوكي دونك شنو هو البرانسيب نتاع الواحد نتاع الجراحه المفتوحه انه العرق هذاك بما انه منفوخ فهمت نحن نخافوا لا يتفلق دونك شنو يصير نمشيو للعرق هذاك يلزمو يتسكر من فوق ومن لوطه فوق البلاصه الواسعه وتحت البلاصه الواسعه ويتحل العرق هذاك كيف ما الكتاب فهمت يتنحى هكا الدم الخاثر اللي في الوسط فهمت وبعديك البلاصه اللي حليناها يلزمها تتعوض بعرق اصطناعي اوكي ومن بعديك نعاودو نسكروا عليه فهمت وتبدا نسميوها الانترفونسيون هذه سي اون ميزا بلا غريف مع ميزا بلا معناها يتحل فهمت كيكا باش نتفاداو انه يتفلق اوكي ولازم يتعوض الى غريف اللي هو يتعوض بقنطره حاجه بركه فهمت كي يبدا مثلا السبب مشكله نتاع بكتيريا معناها تعفن ولا حاجه معناها انفكسيوز لازم قد ما نجمو نحيو الواحد الكل معناها الغلاف الكل فهمت باش هكاك نضمنوا اللي جرثومه الكل هتنحت لكن سي اون انترفونسيون كي تري تري لورد اعرف اللي العرق كيبدا يوسع يولي يلصق في الاعضاء والاعصاب اللي بحذه دونك باش انت تبدا تقرقش فهمت في الشيرات هذيك الكل يوغا سيغتينمون دي ديغا فهمت دونك يا حبذا انه فهمت بالنسبه لنا احنا كجراحه يا حبذا يكون حاجه اخرى معناها سبب حاجه اخرى اوتخ كو معناها لانفيكسيون باش تصير العملية في ظروف طيبة ونعاود ونقول اللي فرق كبير ما بينات إنسان عارف روحه اللي عنده ولا طبيبه عارف اللي عنده معناها عرق واسع وقاعد يراقب فيه وقت اللي لازم نعمل العملية تصير في ظروف طيبة بعد تحضير مهم فهمت وتكون بقدرة الله يقوم ويرجع لعائلته وفهمته لحياته العادية وإنسان إنه ما يعرفش ما في معناها ما عنده حتى فكرة ما عندهش حتى النسيون هذية ولا دار على برشة طب ما عملوش مثلا الواحد التقصي هذية والمريض ينجم معناها يتفلق العرق يا يموت في داره يا يموت في الطريق معناها للسبيطار وبربي باش حاجة مهمة برشة كي يبدأ إنسان فهمت عارف اللي عنده توسع الشريان هذايا الابهر البطني اللي هو قلنا لانيفريزم دو لا وقت ابدومينال وتتحير عليه وجيعه في كرشه فهمت راهو لازم يتوجه للاستعجالي في مشكله ما يصبرش على الوجيعه يقول لك انا خذيت دوليبران وخذيت ورا وسيرتو واغلبيه تبدا ليه نقول لك واغلبيه تبدا الوجيعه موجوده في الكرش ومعناها وشويه تضرب في الظهر فهمت دونك وقتها في مشكله يتوجه للاستعجالي هما معناها يلفون فير لو نيسيسير فما شكون فما مرضى اللي ما نخلطوش نعملوا لهم سكانير فهمت ديريكتومون من السال دورجانس يتعدل البلوك نحلوا معناها نعملوا لابروتومي معناها
نشوفه. كاين مشكل نتاع العرق معناها المتورم هذايا، نحن كجراح نتاع شرايين اون لو بران ان شارج، وكاين نلقاو حاجه اخرى تابعه للجراحه العامه، زملائنا من الجراحه العامه هما اللي يجيو. اوكي اما سي اون اكستريم اورجانس، سي اون اكستريم اورجانس. اللي يعرف نفسه عنده توسع نتاع الشريان هذايا ويجي وجيعة في كرشه، يمشي يتوجه ديريكتومون معناها للاستعجال. بي يعطيك صحه دكتور عايشك انت ربي يخليك، الله يخليك على التوضيحات هذه الكل. دونك نعاود نفكركم اللي موضوعنا اليوم هو تورم الابهر البطني، وحاضره بحدينا الدكتوره سميه مشرقي طبيبه مختصه في جراحه الاوعيه المحيطه واستاذه استشفائيه مساعده سابقا بقسم جراحه الاوعيه وزرع الاعضاء بالمستشفى العسكري. دونك اذا كان عندكم اسئله في الموضوع هذا تنجموا تكلمونا على 31 380 ألف. مقبل ذي جيت بحدينا زميلتنا نوسة اليخت انفو ترافيك. اليخت انفو ترافيك. مرحبا بكم علي فام. للأسف صار أكسيدون في اللاك زيرو يتسبب في وفاة زوز أشخاص على عين المكان على متن دراجة نارية، إن شاء الله ربي يرحمهم ويصبر عائلتهم. نعاود نذكركم أنه للأسف صار أكسيدون توا في اللاك زيرو تسبب في وفاة زوز أشخاص، إن شاء الله ربي يرحمهم. سي سرويحكم مستمعينا وطريق سليمة للناس الكل. هجر الحناشي تستنى في مكالماتكم 31 380 ألف. إي إف إم أحلى راديو. نبدأ مع أول تليفون من تونس، معنا حياة. مرحبا حياة. عسلامة مدام هجر، عسلامة دكتورة. مرحبا تفضل. أنا سمعتكم في الديبي معناتها بتاع البرنامج تحكيوا على الشريان الأبهر، دونك تبادر لذهني طول سؤال. تفضل. أنا عندي بنتي صغرونة تولدت avec une carte hépatique congénitale، صارت لها تشوه في مستوى لاور وهو الشريان الرئيسي. السؤال نتاعي هل أنا معناتها هالشريان لاور عنده علاقة مع لاور اللي تحكيوا عليه بطني. مستوى البطن؟ سمحني مدام لحياة، قلت لي وين وين التشوه يفضلك؟ شرايين الأبهر. التشوه معناتها في اول ظهور اول تفرع. تخبي بخلف اسالك حاجه عزيزتي، شفت الابهر اللي هو لاخت متكون من خمسه معناها اجزاء، فما ثلاثه اجزاء في مستوى الصدر وزوز اجزاء في مستوى البطن. ثلاثه اجزاء في مستوى الصدر هو جوستومون في اول ما يخرج، معناها اول ما تخرج لاخت من القلب، فما معناها كيلكو سنتيمتر اللي هما نقول لهم لاخت اسندانت جينيرالمون كي تبدا مشكله نتاع كارديوباتي كونجينيتال تصير في البلاصه هذه. وفما الجزء الثاني اللي هو نقولوا لا لاورت معناها اوريزونتال اللي هو الجزء الثاني اللي يخرج منه العروق اللي يغذيه وعروق الكرومه فهمت، والمخ والليدين فهمت، زاد كيف كيف ينجم تنجم البلاصه هذه. والجزء الثالث هو معناها الصدري اللي هو معناها بعد لاورت اوريزونتال، وهي وهو جزء معناها كبير زاد كيف كيف، لكن لا ما عنده. انا اللي نحكي عليه تو هو كيف ما حكيت كيف ما بديت الواحد الاميسيون، راهو هل التوسع هذايا لانيفريزم هذايا ينجم يصير في اي عرق في بدن البشر، لكن سورتو في الوقت ولوقت وين معناه في الابهر، واكثر بلاصه 90% وين يصير؟ يصير في الجزء الخامس اللي هو تحت العروق نتاع الكلب. بيت معناه اللي التشوه اللي عند بيتها لا ما عندوش عدوي ولا هذاك شيء خايف. اما جينيرالمون جينيرالمون راه وقت اللي يصير هي بنتك شنو معناها صار لها اون بريزون شارج شيرجيكال معناها شقولها صار لها معناتها عملت جوج عمليات، عمليه اولى ما نفتش بالباهي عاوده صار لها كوركتاسيون، عمليه ثانيه الحمد لله ريكونستركسيون للوقت الكل. طيب هذاك شنو باش نقول لك، خاطر جينيرالمون كي معناها تصير اون انترفونسيون راهو لا كور تكون توتال فهمت، ما يخليوش حاجه اللي لا قدر الله تنجم تحير نهار اخر فهمتني. صح. مرحبا بك. مرحبا. نعرف جوست حبيت نعرف في العمليه الثانيه صار لها انتيرتونسيون بعد العمليه، قعدت لها بيريود ومن بعد تنحات الحمد لله. بون قعدت نرتاح بشويه في التونسيون كمان. اسكو هذايا ما عندوش معناتها انا كأم ما نراقبش الحكايه هذه ولا لا؟ هو هذاك علاش انا ديما ننصح المرضى انه معناها مش خاطر من خاطر جينيرالمون لو باسيون وقت اللي يعمل اون انترفونسيون ولباس وفهمت تو رونتر دون لوردر وفما حتى اشكاليه ما عادش يمشي للطبيب ما عادش يتبع. اي سورتو سورتو كي يبداو صغار فهمت، دونك ما عناش ما خاسرين نحن نحاولوا حتى تمشي شي مره في العام فهمت لطبيبها يتفقدها ويشوف كان لازم يطلب لها تصويره فهمت جوستومون باش يعمل الديبيستاج
العلاج هذايا خير ملي لا قدر الله خاطر فما دي باسيون اللي يقعدوا ب 13 وب 15 سنه فهمت ما يمشيوش عادي ويمشيوا عادي وقت اللي لا قدر الله تصير اشكالي دونك يلفو ميو تصير معناها المتابعه بصفه دوريه معناها يعطيك صحه دكتوره ان شاء الله بلطف عليها مدام حياه نعاود نفكركم اللي موضوعنا اليوم هو تورم الابهر البطني وحاضره بحضنا الدكتوره سمية مشرقي طبيبه مختصه في جراحه الاوعيه المحيطه واستاذه استشفائيه مساعده سابقا بقسم جراحه الاوعيه وزرع الاعضاء بالمستشفى العسكري مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف. عهجر الحناشي يا فهم احلى راديو رجعنا لكم من جديد مكملين مع بعضنا من توا حتى كشل الاربعه نتاع العشيه مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف. موضوعنا اليوم هو تورم الابهر البطني وحاضره بحضنا الدكتوره سمية مشرقي طبيبه مختصه في جراحه الاوعيه المحيطه واستاذه استشفائيه مساعده سابقا بقسم جراحه الاوعيه وزرع الاعضاء بالمستشفى العسكري. دونك مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف. باش ناخذوا ناجي بالتليفون جوست سؤال دكتوره انت من بكري وتحكي تقول وتركز على أهمية القطر متاع العرق كي يكبر أكثر من اللازم حاجة خطيرة وخطيرة جدا. إذا كان التوسع ماهوش مشي بالعرض خلينا نقول وإحنا ومشي يمكن بالطول على طول العرق أسكو زيدا أشني بالطول معناها هكا لأنقل لأ وسؤالك مهم ياسر خاطر التوسع متاع العرق اللي نحكي عليه اليوم هو اللي يمشي بالعرض كسوا أنتيرو بوستيريور ولا لاتيرال اللي نحكي على القطر القطر مش الطول خاطر الطول وقتها فما حاجة أخرى نسميوها دوليكو اختير شنو الهدره هذيا انه العرق يتوال يولي واسع بكله ويتوال كان تذكر انا في الديفينيسي في التعريف نتاعي من الاول قلت راهو التورم هذيا يصير معناها بصفه دائمه فهمت بيرمانونت اي لوكاليزي في بلاصه معينه فوق العرق لباس معناها الفوق لباس واللوطه لباس لكن في بلاصه معينه فهمت الدياغنوستيك ديفيرونسييل اللي انت تحكي عليه هذا اللي هو بالطول يولي العرق سامحني مرخوف يعطيك مشروط واسع بكله توتافي هذا نسميه دوليكو اختير هذا معناها حاجه اخرى سي اون اوتر نوسيون. يعطيك الصحه دكتوره عايشك نمشيو لتونس معنا ناجيه مرحبا بك ناجيه. عسلامه عسلامه لله مرحبا تفضل. عايشك عندي يكون في الفامي معناتها عنده نفاخ في كرفه وعنده عرق منفوخ تاع 4 سنتيمتر مو عنده تنشن والسكر معناتها زيد معناتها تطلب عمليه جراحيه ولا دواء ولا حبيت نستفسر من الدكتوره بالضبط. 4 سنتي هو باهي باش تجيبك دكتوره مرحبا بك ناجي باهي بالنسبه للمريض يفضلك دونك عنده ديجا حسب معناها كلامك انت السبب نتاعو هو تصلب الشرايين خاطر عنده دي فاكتور دو ريسك التونسيون والسكر فهمت مهمين وقلنا ليكو حسب ما قلت انت بيان سور معناها بينت اللي فما معناها انيفريزم توسع في الشريان الابهر البطني واللي هو 4 سنتيمتر شنو حكينا نحن قلنا كي يبدا اقل من 5 سنتي راهو تقع المراقبه مره فهمت في العام دونك نعملوا ايكو باش نشوفوا اسكو زيد ولا لا كان بعد عام فهمت كان لبس دونك نواصلوا نعاودوا نقولوا اللي السكر نتاعو لازم يكون معدل التونسيون زاد كيف كانوا يتكيف خاطر ساعات ما يقولوش لو كانوا يتكيف لازم يوقف السواقر فهمت ويبدا يحسن في حياته معناها ياكل بطريقه صحيه فهمت شوية. ويعمل شويه حتى راهو كي نقول اكتيفيتي فيزيك حتى نص ساعه في النهار او حتى شويه مارش نص ساعه في النهار سي لارجمون سوفيزون اكزاكتومون انا ما سالتش على عمر خاطر مش مشكل دونك سينو معناها كان بعد عام نلقاو اللي في ليكو قعد 4 سنتيمتر راهو نواصلوا هكايا لا بريزون شارج تكون ميديكال وبيان سور نعطيوه معناها الدواء اللي يجري الدم باش يحميه معناها من الجلطات وكل شيء والدواء نتاع الشحم في الدم وكل شيء تبقى لو نلقاو انه القطر هذاك زاد فهمت سنتي في العام دونك لازم نحضروه فهمت للعمليه الجراحيه اللي هي نعاود ونقول ونكرر اللي هي تصير بصفه وقائيه يا حبذا خاطر معناها فما اون ديفيرونس نتاع ليفولوسيون معناها كان يصير تحذير المريض في الوقت وبصفه باهيه راهو المريض يقوم لباس والعمليه تصير في ظروف طيبه ياسر فهمت وبعد 3-4 أيام ينجم يخرج ويرجع لحياته عاديه فهمت حياه عاديه كان لا قدر الله تصير في معناها بصفه سريعه فهمت وفي اطار معناها دون لو كادر دو لورجانس فهمت راهو تنجم تصير برشا مضاعفات ونجم الباسيون يتوفى ونصيحتي ليه المريض هذايا بما انه يعرف انه عنده تورم في العرق هذا اذا معناها تظهر عنده وجيعه في كرشه راهو يتوجه للاستعجالي باش يقوموا باللازم. باهي يعطيك الصحه دكتوره نمشيو لسوسه معنا دليله مرحبا بك دليله. عسلامه عسلامه لله مرحبا تفضل. عسلامه مرحبا مش نفس الفتق في الكرش
كيف الصفاق تنقب شوية وتطلع كيف الكعبورة المصارمة ما عندوش دور باهي نجاوبك نجاوبك مدام مرحبا بيك. دونك الفتقة اللي تحكي عليه انت راهو يصير في الـ في الـ في الواحد سامحني في ما بينات لي دو موسكل فهمت خاطر فما برشا انواع اما انا نصور الشيء اللي فهمته انه في الكرش من فوق معناها من البارتي السطحيه فما موسكل نسميوه الجراند دو ما بيناتو فما حاجه اسمها لا ليني بلانش فهمت اللي هي ان بوين دو فيبليس فهمت دونك وسورتو وين السره ينجم تكون حتى فوق ولا تحت نورمالمون الفتق ينجم يصير فهمت في البلاصه هذيك لكن هذه نحكيوا على حاجه سطحيه واللي هي حاجه مش خطيره فهمت امل اللي نحكي عليه هنا راهو معناها يهم العرق العرق اللي هو اكبر عرق في بدن البشر انه فهمت وداخليني فهمت هذه تنجم تحس به معناها مثلا كي تكح ولا حاجه تحس كلي مسار تخرج سورتو كي يبدا الكولي معناها البلاصه نتاع الفتق تكون واسعه دونك يحس المسار كي يكح يحس المسار تخرج فهمت هذه اللي ما تحس حتى شيء سورتو خاطر نعاود نقول اللي المرضى نتاعنا ماهمش ضعاف فهمت دونك دوكو ينأكل الواحد الكوش هذيك نتاع لاغريس تنجم تخبي برشا حاجات ومن بينها معناها التوسع في العرق هذا باهي يعطيك الصحه دكتوره نمشيو لتونس معنا سناء مرحبا بك سناء وي عسلامة مرحبا بكم مرحبا على البرنامج عسلامة دكتوره مرحبا مرحبا عايشك انا وفيت عندي عزيزي عنده هو ديابيتيك ديجا وعنده المرض هذايا تورم ابهر البطن وهو يعرف احنا معناتها في بيلو بروفو المشكل اللي احنا توا جوست نحب نسالك سؤال كي يشدوا الكريب سامحني معناتها سو فورم دو غاز يشدوا بالحق نبداو عايزين مش عارفين شنو نعملوا شاك فوا فهمت كي تجيه الوجيعه اسكو فما حاجه نجمو نعملوها وما بوغ ايفيتي باش تخافوا عليه ولا فهمت كيفاش اي نفى فيك اي بما انه يعرف اللي هو عنده تورم في العرق راهو كل مره توجع كرشه كل مره توجع كرشه لازم يتوجه للاستعجالي ينجم مره يقول لا هذيا سي اون فوس اليرت فهمت وانتم تقولوا سي اون فوس اليرت وتكون هذيك المره لكن امتي ديتاي فهمت وراه مش انا جو بريفير انه دوب ما تحير عليه وجع يمشي للاستعجالي لكن حاجه اللي تزيد تخليكم تتاكدوا اللي الاشكاليه راهي في العرق الكبير فهمت وباش نتفاداو مشاكل كبيره كي تبدا الوجيعه في الظهر فهمت في الكرش من قدام وتبدا تضرب في الظهر فهمت هذيك اغلبيه راهو ما ينجم يكون كان مساله نتاع تورم في الابهر البطني دونك كل ما توجع كرش وفيسوراسيون معناها فيسوراسيون ولا روبتور معناها قاعد يتفزر وماشي وباش يتفلق فهمت هذاك علاش قال كل ما وين تفما وجيع يتوجه للاستعجالي الله غالب جست سؤال اخير دكتوره قبل ما نعمل الكونسي دو جور في العمليات اللي انت حكيت عليهم بكري قلت فما العمليه المفتوحه اللي نعملوا فيها نكلومبي من الفوق من اللوطه ناخذوا العرق هذاك نجيبوه العرق هذاك منين نجيبوه اللي باش نحطوه في عرق اصطناعي خاطر الكبر فهمت ما فماش في بلايص اخرين تو مثلا فما كي يبدا انسان عنده تصلب الشرايين مثلا في الساقين ويلزمه قنطره فما امكانيه كي يبدا عنده لافينسا فين انترني هي عرق موجود كيف ما الريزيرف ربي مخليها في وسط العرق ودايور ينجموا يعملوا به حتى القنطره للقلب وكل شيء هذه نجموا نعملوا به العرق خاطر الكاليبر صغير فهمت نتاع العرق اللي نجموا نعاود اللي باش نعوضوه فهمت اما هذايا كيف ما حكينا معناها نورمالمون العرق ما بينات 2 سنتيمتر و 2 سنتيمتر دمي دونك يلزم عرق اصطناعي ما فماش عرق اخر اللي نجم معناها يعوض لنا العرق هذا فهمي يعطيك صحه دكتوره باش نستغلوا الوقت اللي بقانا في دقيقه من زمان بلوز ما نعطيوه اهم الحاجات اللي لازم يشدوهم الموضوع هذا تو سويت تفضل دكتوره يفضلك دونك لانيفريزم دو لارت ابدومينال سورينال نعاود نقول اللي هو تورم العرق الابهر البطني راهو حاجه مهمه ياسر اللي هي تنجم تصير عند المرضى اللي سورتو عندهم تصلب الشرايين اللي البريزون شارج نتاعهم كي تبدا المريض فاهم معناها عارف اللي عنده فهمت راهو تصير في ظروف طيبه والمريض بعد الجراحه يقوم لباس ما فما حتى اشكاليه اما لا قدر الله كان يتفلق العرق هذايا راهو خاطر اكبر عرق في بدن البشر وكان يتفلق راهو المريض يوفى من الدم فهمت وينجم
ينجم يتوفى قبل ما يخلط للسبيطار وتكون البريز اون شارج صعيبه وصعيبه ياسر. دونك كل مريض معناها عنده تصلب الشرايين ولا فهمت النجم نعملوا له التقصي باش نتفاداو انه يموت بالمرض هذايا فهمت. وكل مريض يعرف روحه اللي هو عنده ها الواحد هذايا توسع نتاع الشرايين وتحير عليه وجيعه في كرشه يتوجه للاستاجيلي باش تصير البريز اون شارج في اقرب وقت وسامحني نستحفظ عليه من الوفاة فهمت وننقذوا له حياته. يعطيك الصحه دكتوره الله يخليك بارك الله فيك على طول حاجه. لا بقدره ربي امورك واضحه نحبك انا على خاطر جاوك ذي امورك واضحه. دونك انت وحدنا دكتوره سميه مشكري طبيبه مختصه في جراحه الاوعيه المحيطه واستاذه استشرائيه مساعده سابقا بقسم جراحه الاوعيه وزرع الاعضاء بالمستشفى العسكري. يعطيك الصحه دكتوره. ان شاء الله زينا للمنتخب الوطني. ان شاء الله مربوحه. ان شاء الله مربوحه. ميرسي لشيماء في الاعداد، ميرسي الامين في الاخراج، ميرسي لزملائنا في اي اف ام تي في. كنت معكم هجر الحنيشي. باي باي في الامان.